والمصلي حينما يهوي بجسدي على الأرض فإنه يمرغ فيها أكرم شيء عليه وهو وجهه وإكراما من الله عز وجل له. شوف أنت يعني مرغت وجهك لله سبحانه وتعالى فإكراما من الله عز وجل له، يكون المصلي أقرب إلى الله حال سجوده ويستجاب دعاءك. فالله عز وجل إذا رأى ذل عبده بين يديه مع سؤاله وإلحاحه عليه لا يرده خائبا، لأن الله عز وجل أكرم من أن يردك صفر اليدين. الله عز وجل حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا، هذا خارج الصلاة، فما بالك وأنت في الصلاة وما بالك وأنت في سجودك بين يدي الله عز وجل. فاسجد واقترب، كلما سجدت كلما اقتربت من الله عز وجل. وما شرع ركوع الأبدان وسجودها إلا لتركع القلوب وتسجد لخالقها ومدبرها.